السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عندنا زي ما انتوا شايفين كده الملاية دي. طبعا لو تفتكروا الملاية دي انا عملتها معاكم امتى؟ عملتها معاكم في العيد الصغير اللي هو فات ده اللي قبله، ماشي؟ فانا كنت كل ما افرشها على السرير بحس ان هي سادة كده، ما فيهاش اي حاجة. هي طبعا فيها ورد اهو وكل حاجة، بس مشكلتها انها سادة. ازاي يعني الكورنيش بتاعها ساكت كده. بصوا هحاول اوريها لكم. بصوا الكورنيش بتاعها، بصوا مش ما فيهوش الروشنه، او تحسوا ان هي ساكته كده، مش عارفه ليه. ما يعني بصراحه ما بستلطفهاش ان انا فريش. هي الشويه اللي فيهم الورد دول وخلاص. فطبعا انا قلت هعمل فيها اعاده تدوير. طبعا هي ملايه دي، ده كده ايه يعني تالت عيد عليها، تالت عيد، وقلت كفاية عليها على شكلها دوت. عايزة اعمل منها اعادة تدوير جديدة وتبقى حاجة سبيشيال كده، احس ان انا كأني جبت ملاية جديدة، ماشي؟ طبعا انا عمالة ابص، طبعا الالوان القماشات اللي عندي عمالة ابص على دي وابص على الاصفر. بصوا فيها اصفر اهو، فيها اصفر، وفي هنا اللون الايه اللي داخل على، بصوا الفاتح بتاعه بامبا، وهو قافل على اللون الايه اللي هو الطوبي او النبيتي. فانا قلت ايه، ياخد ده، بصوا ياخد ده مع ده، ياخد ده مع ده. طبعا اللونين ماشيين معاها جدا جدا. وهنا دي كمان فيها ايه شغل اوفر، بس انا حاسه ان دي يعني ايه هتزهزها اكتر وهتنعشها اكتر. فقلت خلاص انا اشتغل باللون البامبا عليها وخلي الاصفر، بس انا حبيت اصور عليكم. بصوا انا يعني ممكن عادي، ممكن انا اصلا اخليها الوقت ده بده وبعد شويه انقلها على ده. فانا ما فيش حاجه بقى ايه زي ما تقول كده ايه بتقف قصادي، ماشي؟ طيب انا الملايه بالنسبه ليا اهي، بصوا الديل بتاعها يعني من ساعه ما عملتها وجيت اركبها مش عجباني خالص. انا قلت ملايه وفي الاول فرحت بيها، بس هي مش عجباني، لقيتها مش بتقول كده. فانا فكرت اعمل ايه بقى، ان انا هاخد منها ايه يعني زي دورين كرانيش اهو، دور كده ودور كمان كده، تمام كده. وهناخد بقى الدورانات دي على انها دورانات، اشغل عليها القماش ده واعمل منه كرانيش، واعمل منه عليه تاني كورنيش تاني من ده. يعني ايه بقى هنعمل ايه يا منال؟ انا هاخد مثلا قطعه كده تكون كبيره شويه اهي، طبعا انا هحط بدلها، هاجي اقسمها بعد كده نصين هحط بدلها، تمام كده اهو. انتوا شايفين معايا القطعه اللي احنا هنشيلها اهو، تمام كده. ونبدأ بقى ايه نقص. انا عندي مقص حامي بس مش عارفه راح فين. ما بعرفش اشتغل اصلا بالنهار، فلازم اصلي الفجر وابدأ بقى اشوف هعمل ايه جديد اهو. بصوا طبعا دي هشغلها كأنها كورنيشي. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هقول له هقسم بقى الملاية بالظبط بقى كده اهو، شايفين؟ هقسمها على التلاتة. بصوا تقسمي الملاية على التلاتة، قدرتي تظبطي ايدك اظبطي، ما قدرتيش هاتي غطا حلة واحردي معاه، تمام كده. يعني مثلا ايه بقى يا منال عايزه تورينا ايه وتقولي لنا ايه؟ غطا حله، هنقص بغطا حله. نقص بغطا حله، ايه المشكله؟ بصوا اهو هحط بقى الايه، كان في حته بوربه كده بس انا ما رضيتش اقصها، قلت لك خليها تيجي في الجنب، بس انا طبعا ايه مش هتفرق معايا دلوقتي في الشغل ده. خلاص كده شايفين، شايفين القماش معانا. هاخد من هنا ومن هنا، يعني ايه بقى، يعني ايه هاخد من هنا كده اهو
وانزل على دوران خفيف كده. تمام كده، وهاجي بالحته اللي قصيتها كده واحطها هنا اهي، واخد دوران نفس الدوران اللي خدته هناك. تمام، نفس الدوران. يبقى الملاية اصبحت معانا بالشكل ده، شايفينها؟ خدت دوران من هنا وخدت دوران من هنا. تمام كده اهو، وريها لكم من الناحية التانية برضو اهو. الدوران اهو، شايفينها في السادة؟ الدوران اهو. طبعا هعمل ايه بقى هنا؟ هعمل هنا ده اوفر، وبعد ما اعمله اوفر همشي عليه بالكورنيش. تمام، خلاص كده لحد كده. تمام، طيب انا معايا الحته بقى اللي ايه اللي فاضله معانا اهي، الحته القماشه بقى اللي انا عايزه اعمل منها الشغل. طيب معانا الحته دي زي ما انتم شايفين كده اهي، هاخدها مرتين على حجمها اي حته. على فكره ممكن تعملي طرحه قديمه عندك تشغليها وتبقى واخده الدورانات بتاعه الايه. طيب هتشغليها ازاي يا منال؟ هقول لكم دلوقتي اهي. بصوا شايفين، انا عايزه حاجه تبقى على كده، شايفين الشكل هتبقى عامله ازاي. هتاخد الدوران ده. طيب انا لو ركبت القماشه من هنا هي هتاخد الدوران كده، يبقى ده الحته دي اللي هتبقى تحت. تمام، وهاجي بقى بالقماشه اللي انا قصيتها تمام، واعمل من هنا كورنيش. يبقى انا عايزه القطعه، بصوا انا ما قصيتهاش بس مش عارفه ليه للوهله كده حسيت ان الاصفر هيبقى اقوى. بصوا الاصفر كتير ازاي، شوفوا معايا كده برضو، انا عايزه رايكم وقولوا لي برضو في الكومنتات. بصوا لما جه البني على البامبا هو حلو برضو فيها، بس مش عارفه ليه حسيت ان دي هتبقى عليها اقوى. خلاص نشيل دي، احنا لسه ما قصيناش من دي حاجه، واشتغل في دي. دي برضو كانت قماشه فاضله عندنا، وانت ممكن تجربي في طرحه من اللي عندك اهو. دي انا كنت عامله ملايات اطفال وخدت منها اللي عايزاه، وده اللي فوق. انا مثلا معايا القطعه دي كده، هاخد الطول ده اشغله هنا، وبقولوا لي برضو عشان ايه اما اعمل اقول ايه على ثقه بيكو يعني ابقى قويه بيكو. بصوا انا لما اثبت دي على الاصفر يبقى هنا البني وهنا الاصفر، حاسه ان هي هتبقى اقوى. وبصوا هنا الاصفر برضو بتاعها، الاصفر كتير اهو شايفين، فانا حاسه ان دي هتبقى اقوى من البامبا. تمام ماشي. طيب احنا دلوقتي ايه معانا؟ دي هنعملها اوفر كده، ومعانا دي هناخد منها القطعه دي، هي طبعا عريضه، ممكن ناخد المقاس ده ونعوزنا حاجه نكمل منه، المقاس ده برضو كبير قوي. يعني انا مثلا انا دلوقتي دي معايا وهتحتاج قطعه، فاحط لها من دي، يبقى انا هاخد برضو الجزء الايه، يعني انا لو ثبت كده هاخد من دي جزء اعمله كورنيش عليها. بصوا يعني دي برضو كده هي برضو هتبقى كبيرة، فانا هاخد من دي دلوقتي اهو القطعة الزيادة دي في العدل. تمام اهو، وهاخد على المقاس ده، المقاس ده بيقول لي كده اهو، كده خدنا على المقاس ده. يبقى انا اقص دول كده تمام كده. يبقى انا خدت القطع دي، لو عندك بقى طرحه هتقسميها بالنص هتبقى اسهل. تمام كده،
خدت دي اعملها الايه الكورنيش اللي تحت اهي، هنعملها اوفر. وخدت دي لو حبيت ازود في الكورنيش حاجة اهو. طبعا انا هعمل هنا الكورنيش من الايه من الاصفر، وممكن اعمله من دي واقفل من تحت من الاصفر، فدي في ايديا ودي في ايديا. بس انا طبعا في الحالة دي انا لازم اعمل دي، اقص دي حاجة عشان هشوف بقى هشغلها هنا ولا هشغل هنا الكورنيش ده. وطبعا ده لما هيجي عليه اهو هيجي بالمنظر ده اهو، هنحط في الايه في السادة ده اهو. احنا بنشوف الفكرة مع بعض، يعني انا ما كانش عندي سابق نية ان انا اعمل حاجة، بس انا حبيت اوريكو ان انت لو عندك ملاية قديمة ممكن تستعدي وتجدديها للعيد الاخر. بصوا لو انا عملت دي كده اهو، هتنزل بقى على الايه الدوران هنا كده، المروحة بتطير اهو ماشي، هتنزل بالدورانات دي كده تمام اهو، وهفضل ماشية بقى معاها مع الدورانات كده، بحيث ان هي هتبقى ماشية معاها كده. ممكن بقى اجي تحت هنا واعمل من ده من القماشة دي، فانا عشان اعمل من القماشة دي كورنيش تحت، يبقى في الحالة دي لازم اقسم دي جزئين تمام كده اهو، جزئين، واعملها اوفر. القماشة تخينة عليه على المقص، لا لازم احاول الاقي المقص الحلو اللي ماما مديهوني اهو. بصوا هحس ان انا ما قصيتش حاجة. بصوا اهو هحاول اه، لا اصل بصوا هتمشي اهو كده، همشي بيها كده. يبقى كده في الحالة دي عملت الايه الكورنيش اللي تحت اهو. طبعا كل الشغل بقى ده هيتعمل اوفر، بس انا في الحالة دي يبقى انا لازم هشغل الكورنيش الاصفر ده، ولازم اجيب المقاس بتاع ده بالظبط عشان يبقى كل الكرانيش ماشية مع بعضها. انا كان نفسي اعملها لكم من طرحة عشان تعرفوا ان ايه ممكن تستغلي اي حاجة قديمة عندك، ونقول اي حاجة قديمة للبيع. بصوا اهو ايه ده، انا سبت فردة اهو، بصوا كده انا سبت فردة بقى لازم اقصها اهو. دي طبعا هنرميها مع دي، يبقى احنا في الحالة دي معانا كورنيش عايز يتظبط. بصوا اهو كده اهو، لازم اقيسه على ده بحيث ان هما يبقوا ماشيين مع بعض بالظبط. بصوا اهو، والزيادة تتشيل اهو، لان انا برضو هاخد من ده الاوفر بتاعه اهو، والزيادة بتاعتنا برضو ايه هتتشيل تمام كده. طبعا الدورانات دي بتبقى بتاخد مساحة كبيرة اهو، مثلا دي مترين ودي متر ونص. طبعا نقصت دي مع دي، يبقى دي رخرة هنحاول نعملها اهي القطعة دي دورانات، هتاخد يعني دول كده يعتبروا ايه 3 متر ونص، لا مش هيقضوا اهو، هياخد كمان بصوا هياخد كمان. هو اهم حاجة القص، طالما قصيتي خلاص انطلقي. بصوا اخد حتة كمان كده، يعني فيما يعادل 2 متر كمان اهو تمام كده اهو.
دي ما طلعتش، طلعت يعني هما كده دلوقتي دول كده ايه بتاع حوالي متر كمان. تمام ممكن تكفي. انا دلوقتي بقى هعمل ايه، هنروح على مكنة الاوفر نعملهم وارجع لكم. وهنا زي ما انتم شايفين كده احنا على مكنة الاوفر، بصوا بحاول اوصل الكورنيش ده في ده عشان يدي الكورنيش مساحة اكبر، فاهميني اهو. طبعا ايه انا بجيب لكم بس الوصلة، الوصلة وصلتها شايفين المنظر اهو، اهي شايفين. هحاول بقى اعملها كورنيش من ايه اوفر من كل الجهات اهو. وانا بدأت اعمل برضو حتى في الكرانيش الصغيرة على مكنة الاوفر، وبعدين ننقل مع بعض بقى على مكنة الخياطة ونقفل الملاية بتاعي. هخلص اوفر وارجع له عشان الصوت. وهنا بصوا انا داخلة كده الكورنيش اللي هو بتاع لون الملاية، بصوا شغالة فيه طبعا اهو. بصوا شكل الاوفر اهو، بصوا شكله. طبعا انا عملت من الناحية دي ولسه هعمل من الناحية دي، تمام كده اهو. انا حبيت بس اوريه لكم ان انا شغالة فيه. هو هنا من بدايته كده في تانية، انا هستغنى عن التانية دي وهخليها تبقى اوفر كلها، بحيث ان انا لما اكشكشه بصوا هيبقى شكله حلو شيك ماشي. فانا حبيت بس اوريكم وانا شغالة فيه، هخلصه بقى وارجع له. وهنا زي ما انتم شايفين انا بعمل دلوقتي دورانات الملاية، بصوا الدوران اهو، باخد دوران دوران بمشي معاه، بصوا اهو ده اول دوران اهو، ويجي تاني دوران ويجي التالت اهو، وهعمل معاكو اهو. بصوا بمشي بقى معاها بالبطيء كده عشان اخد الدوران. بصوا شكل الدوران باين ازاي، شايفين اهو، بمشي مع الدوران بتاع الملاية كده اللي احنا عاملينه. ممكن تعمليه بغطا حلة، وممكن تقدري تعمليه زي ما احنا عملناه كده، خدنا مثلث وبعدين رجعنا خدنا المثلث من الناحية التانية، نفس المثلث اللي كده كده. خلصنا الايه الدورانات بتاعت الملية، وطبعا هنروح بقى على مكنة الخياطة هنلم كل ده مع بعضه ونقفلهم. بصوا شكل الدوران جميل ازاي، هتبقى ملاية مختلفة خالص غير اللي احنا لبسناها في العيد الصغير بتاع السنة اللي فاتت والعيد الصغير بتاع السنة دي. وهنعمل فينيش جديد وهنروح على مكنة الايه الخياطة. هنا زي ما انتم شايفين كده انا بكشكش الكورنيش بتاعنا اهو، بصوا كشكشة بشربه تشريبة كده خفيفة اهو عشان لما اجي اركبه يبقى جاهز على الدوران. بصوا اهو انا حابة بس اوريكم من كل قطعة لقطة عشان تعرفوا الملاية النهاية بتاعتها بتبقى شكلها جميل. طبعا من الايه تشريبة بسيطة كده هوريكم برضو الكورنيش اهو. بصوا الكورنيش اهو بعد ما عملته، طبعا الملاية معايا اهي، وادي الدوران بتاعها اهو شايفين اهو الدوران بتاعنا. هبدأ بقى ان انا ايه اروح حاطة الكورنيش على الدوران كده اهو، مثلا اهو اهو كده. طبعا هنمشي بالدوران كله كده بالكورنيش عليه اهو، ويبقى واخد شكل الدوران، وفي نفس الوقت احط تحت من اللون الاصفر عشان ينعش الملاية ويفتح. انا بحبش الملايات الغامقة، واغلبية اللون اللي انا بحبه ابيض، فعشان كده انا بحاول ان انا افتح اللون عشان ما يبقاش ايه قاتم زي ما انتم شايفين. انا طبعا هخلص الكورنيش وهركبه في الملاية واوريها لكم.
بصوا انا ركبت الكورنيش كده خلاص، بصوا كده الكورنيش ركب، بس هبدأ اعمل له كافية من الدوران بتاع المليل. يعني ايه؟ بصوا يعني انا هتك على الكورنيش من ورا، وفي نفس الوقت هاخد الدوران بتاع الملاية على الكورنيش من قدام. بصوا هثبته، يعني بمعنى اصح بصوا هيبقى شكله حلو جدا ومتثبت اهو. عايزه اوريكم بس اخلص واحده واوريها لكم. بصوا هيبقى جميل جدا. لازم موضوع التثبيت على الدوران انا حاولت ان انا اقربها لكم. بصوا الشكل، شايفين الشكل؟ واخد الدوران اهو ومتثبت كمان عليه، هوريها لكم في واحده كمان. هنا دي الفاصل بين الدايره والدايره اهو. بصوا بحاول ان انا اثبت اهو، شايفين؟ بخلي الكورنيش يبقى لجوه، الكورنيش اللي تحت هو معمول اوفر. بصوا اهو شايفين الفكره؟ الفكره جميله جدا جدا. ومش كده، انت ممكن تبقي خلصتي الملايه على كده، بس انا لسه هعمل لها فكره كمان عشان اخلي الملايه تبقى فاتحه. بصوا دلوقتي دخلت في الدوران التاني اهو اهو. بصوا انا حاولت ان انا اقرب لكم الكاميرا اهو. بصوا لازم اخد الكراميس معايا وانا بتني. بصوا شكل بقى الدوران بيبقى مظبوط جدا وحلو جدا. بصوا يعني انا حاولت ان انا اعمل اتنين عشان تبقى باينه ليكوا، باينه ليكوا قوي اهو. ادي واحده، بصوا الدوران عامل ازاي، شايفين؟ ادي واحده اهي تمام، والتانيه اهي برضو كانت طالعه معاها. بصوا شكل الدوران مظبوط اهو. طبعا انا كده شغاله فيها بحيث ان انا ايه اخلص الملايه واجي معاكم كمان اوريكم بقى ايه الكورنيش التاني اللي هيركب. ماشي؟ بصوا هنا انا دلوقتي طبعا خلصت الكورنيش الاصفر اللي تحت، دلوقتي بثبت عليه من الظهر، بثبت عليه الكورنيش اللي هو هيخلي الملايه اطول. بصوا اهو، وانا دلوقتي شغالة ان انا اثبت ده على ده. بصوا بحاول ان انا اديله ايه من الكترات اللي هو يمشيها كده اهو. بصوا لازم ما اجيش على الخياطة اللي ايه بتاخد الدوران وتطلع. انا هعمل ايه بقى؟ ان انا ابعد عنها وهقلبها دلوقتي واوريها لكم. بصوا بحاول ان انا اديها ايه تشريبات كده اهو، تشريبات بسيطة بحيث ان انا اوريها لكم بقى. بصوا لما اوريها لكم، مش عارفة اوريها لكم من هنا ولا من هنا، بصوا الملاية هتبقى حاجة سبيشيال خالص. بصوا اهي شايفين الشكل، شايفين الكورنيش جاي عليها بالدوران بتاعه اهو. بصوا الكورنيش بس عامل ازاي، كانه مفرش سرير، يعني ملايه زي كده. لو انا جبت الملايه دي ب 150 جنيه، التعديلات اللي فيها دي هتخليها تسوى 400 جنيه. فالتغييرات في الحاجه بيجدد، يعني المفروض انت تغيري في شكلك كل فتره، تقصي شعرك مره تطوليه مره، لازم من التجديد، التجديد في الملايات، التجديد في اللبس، اي حاجه. يعني البلوزه دي ما كانش فيها استك، عملت لها استك. يعني احنا بنجدد في حياتنا في كل حاجة. بس انا عايزة اوريكم الفكرة. بصوا غيرت الملاية خالص خالص خالص. يعني بصوا حتى الدوران مع ده عمل ميكس مع بعض. هخلص الملاية وارجع لكم. وهنا بصوا دي اخر قطعة، حاولت ان انا اشرب الملاية علشان ما ايه ما فوتش حاجة اهو. بحاول ان انا اشرب الزياده برضو معاها، ونبدا بقى نشوف الملايه من الناحيه التانيه اللي احنا اشتغلنا عليها. بصوا بصوا الجمال، هتتكلم عن نفسها.
بصوا شكل الدوران، بصوا شكل الكورنيش، يعني بصوا مش محتاجة كلام. وبصوا مساحة عبان ما ظهرت الايه الخياطة الواصلة. طيب هل احنا كده خلصنا؟ لا، انا مش عايزة اخلص، انا عايزة اعمل فيها فينيش غير عادي. طبعا القماش المنقوش بقى، يبقى نخلي بداية الملاية من فوق زي نهايتها من تحت. القماش المنقوش ده طبعا اللي هو زي الملاية، هحاول ان انا اركبه. بصوا هركبه هنا كده بتشريبة برضو بكشكشة، ونبقى عملنا بصوا كورنيش من فوق اصفر سادة، وكورنيش من تحت من نفس خامة الملاية. هكشكشه طبعا، الكورنيش ده بقى بيحتاج ان هو يتكشكش. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هبدأ بقى ان انا ايه اكشكش الكورنيش كله اهو. بصوا هحاول ان انا اكشكشه كده عشان لما اجي اركبه اركب على طول اهو. بصوا تشريبه كده اهو، بصوا التشريبه دي هتخليني بقى ايه ابدا ان انا اركبه هنا. بصوا هيبقى الشكل عامل ايه، بصوا شايفين سيمفونيه اهي. بصوا طبعا الجاهز مش هيعمل كل الشغل ده، ليه بقى؟ الجاهز عايز يخلص، انما انا كل الشغل ده يعني. انا مره رحت اشتريت ملايه 3D، فبقول له انا عايزه ارجعها، فبيقول لي ليه؟ قلت له الخداديتين الرسمتين مش زي بعض. قال لي ده انت تعمليه لبيتك، لكن انا ما اقدرش اعمله، ده انت كده بتضيعي وقت. فروحت يعني حسيت ان الجاهز بصوا تقفيل بسرعه. بصوا طبعا احنا لما عملنا الدوران وهنعمل الكورنيش بتاعنا من تحت كده، هتبقى حاجة مش هتتخيلوها. جربوا معايا ونشوف للآخر هنوصل لإيه. هنا أقدر أقول لكم بصوا الملاية، أنا كده خلصتها أهو. بصوا شكل الكرانيش كمان، بصوا أنا بحاول إن أنا أكويها وأوريها لكم. بصوا الشكل، وكورنيش من هنا ومن هنا شكل بعض بالظبط، هحاول اقربها لكم اهي. بصوا الشكل عامل ازاي، الملايه اتغيرت رأسا على عقب. بصوا مش هي دي الملايه اللي لبستها حوالي حوالي 10 مرات كده، بس كل مره حاسه ان هي مش هي دي اللي انا عايزه، الملايه اللي انا عايزاها. بصوا كنت بلبسها ومش مقتنعه، اقول لبناتي يقولوا لي ماما بتعملي ايه، اقول لهم يا عيال انا مش مقتنعه، عايزه اعمل فيها اي ديكور. ديكور ايه بس يا ماما، هي ملايه ننام عليها ولا تقعدي تعملي فيها ديكور؟ طيب ماشي. جت بنتي لما جت تتجوز، ماما مش عايزه اشتري ملايات جاهزه، انا عايزه ملايات مقاسات كبيره من اللي انت بتعمليها. طب ما انتوا عرفتوا اهو ان انا بعمل مقاسات كبيره. بصوا بصوا شكل الملاية، حتى الوصلات اللي فيها بصوا في منتهى الجمال. بصوا اهو انا حابة ان انا اكويها واوريها لكم اهو. بصوا الشكل سيمفونية سيمفونية اهو. بصوا محدش ابدا، لما ولادي بقى يصحوا، انا لسه ما نمتش طبعا، الساعة بقت داخلة على 7 اهي وانا لسه ما نمتش. بصوا بقى الشكل، دي الحتة اللي فيها الوصلة اهو، انا ماشية مع الملاية اهو، ولا كأني في اي حاجة اهو. انا بحاول بس اوريكم الدورانات انا ماشية بيها ازاي. بصوا اهي دي الوصلة، هحاول ان انا ايه اعملها اهو. وكده خلصنا الملاية وعملنا منها تجديد ما اقولكوش عليه، وعملتها برضو اوفر. الاوفر سهل عليا كتير اهو. انا حابه بس اوريكم شكل الدورانات مع بعضها. انا بحب طبعا بعد ما اخلص اي حاجه، حتى لو بتني جلابيه، اتني الحته اللي تنيتها بحب امشي عليها المكوه اهو.
اهو عشان المكوة بتظبط الحاجة. بصوا الكورنيش اللي تحت برضو، بصوا عايز يتظبط اهو. شايفين؟ شايفين شكل الدورانات بتاعت الملاية؟ طلعي بقى الملايات اللي عندك القديمة، وطلعي الأشربات، واعملي زي ما أنا عملت كده الأشربات، الطرح، التحجيبات اللي انت مش بتلبسيها، اعملي منها أهو، اعملي منها كرانيش، اعملي منها ظهر خدادية، مش هتقول لأ. ومنك برضو تبقي استفدتي من الحاجات اللي انت بدل ما ترميها أهو. بصوا اهو، عايزه اخلي الدوران يبقى برضو مظبوط اهو. انا بحب اروح اصلي ركعتين قيام ليل، واجي اعمل اللي انا بعمله، واروح اصلي الفجر، وارجع اشوف انا هعمل ايه برضو. يعني بصي، خلي يومك كده في ذكر الله، وفي نفس الوقت اشغالك اللي انت بتعمليه. بصوا انا بقى عايزه اوريكم الشكل النهائي بقى، الحته دي مش مكويه قوي. بصوا اهو، هجيبها لكم من البدايه اهو. بصوا شايفين الدورانات بقى والشكل النهائي عامل ازاي؟ بصوا اهو، ايه رأيكم في الملاية بتاعتنا؟ بصوا بصوا الجمال. انا هشيل بقى المكوة اهو، وهحاول ان انا افرد بقى الملاية عشان تشوفوها بالكرانيش بتاعتها. طبعا انا حطها في جنب السرير بس عشان اوريكم الشكل النهائي اهو. شايفين؟ شايفين الدوران اهو باين اهو. حسوا ان انا فعلا انا عملت ملاية جديدة، كأني جبت ملاية جديدة. شايفين اهو، وما خدتش ثواني مكوة واتظبطت بقى. شايفين ده الشكل النهائي بتاع الملاية بتاعتنا. اتمنى تعجبكم وتطلعوا الملايات بتاعتكم وتجددوا بطريقتي، واتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.